السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يعني اتمنى ان شاء الله نهاية الترم سعيدة عليكم، وزي ما قلنا لو انتم محتاجين اي حاجة ناقصة ممكن نكملها برضو الفيديوهات لحد ميعاد الامتحان ان شاء الله، وربنا يوفقكم. النهاردة شيت البرفورمانس زي ما اتفقنا. الشابتر كله بيحكي عن ان انت الانجن بعد ما انت صممته خلاص وصنعته عايز تختبره، فبتبدأ تحطه في معامل على بعض التستنج اكويبمنت، والتستنج اكويبمنت دي بتطلع داتا. فانت من خلال الداتا دي اللي هي هتبقى جيفن في المسائل بتاعتنا، انت تقدر تطلع شويه حاجات، شويه كفاءات وشويه ارقام عشان تتست الفاليديشن والبرفورمانس بتاع الانجن بتاعك مقارنه بالانجنز اللي موجوده في السوق التاني. تمام؟ زي مثلا الكيرف اللي انا بعته لكم بتاع كاتر بيلر، الكيرف اللي موجود في الكتالوج ده البرفورمانس كيرف بتاع الانجن. هو بيقول لك هو التورك مع انهي سبيد بيتحرك ازاي، مع السبيد الباور بيتحرك ازاي، مع السبيد بيقول لك البريك فيول كونسامشن. كل الكلام ده احنا هنتعامل معاه النهارده، وهنتعامل معاه برضو الـ يعني التستنج ميثود كده يونيك في الارقام ده. فاحنا هنبدا باخر مسالتين في الشيت، وان شاء الله يعني هم دول اللي هيخلوكم تحلوا باقي الشيت بسلاسه. المساله الاولانيه بتقول لك ان انت عندك فور سلندر اس اي انجن. هنبدأ نكتب الداتا بتاعتنا زي ما قلنا. هنا هو مش بيحدد لك اذا كنت انت شغال اوتو سايكل ولا ديزل سايكل، فانت مش ملزم ان انت تكتب او ان انت ترسم البي في دايجرام او التي اس دايجرام، لان انت مش عارف نوع السايكل بتاعتك. فهنبدأ بان انت تكتب الداتا. عندك اول حاجة نمبر اوف سلندرز اسمه كي، ودوت هو قايل لك ان هو 4. تمام؟ بعد كده بيقول لك البور ده اللي هو القطر الداخلي بتاع السلندر، اللي هو القطر بتاع الكومبشن تشيمبر بتاعتك. بيقول لك ان البور ده بيساوي 60 مللي. تمام؟ يبقى الدي عندك ب 60 مللي، ال الستروك اللي هي المسافه ما بين التوب ديد سنتر والبوتوم ديد سنتر، المسافه دي اسمها ال، اسمها الستروك. بيقول لك ان هي ب 85 مللي متر. الانجن ده بيقول لك ان هو لما انا جيت عملت له تيستنج على الاكويبمنت بتاعتي، عملت له تيستنج عند 3000 ار بي ام. تمام؟ وبعد كده اداني داتا بقى، هي الداتا اللي هي اللي هو الدهاني البرفورمانس بتاعه. ايه هو البرفورمانس بتاع اي انجن في الدنيا؟ هو بيزق ايه؟ بيزق لود. اللود ده عندك انت بتتعامل مع روتري انجن، فبالتالي اللود بتاعك هيبقى عباره عن تورك، التورك اللي الانجن بتاعك بيولده. هنا هو بيقول لك ان انت عندك التورك بتاعك عباره عن 160 نيوتن مثلا. ممكن الانجن بتاعك بعد ما انت خلاص عملت له تيستنج اهو دوت الكونكتنج رود، وعندك هنا الكرانك شافت انت حاطه على الماشين بتاعتك. الماشين دي مثلا بيبقى فيها زي فلاي ويل هنا كده ومتعلق عليها ويت، ماشي؟ فالويت دوت بيعمل تورك. تمام؟ بيعمل تورك على ايه؟ على ارم، تورك ارم معين او بتاع عليه بريك ارم اللي هو عباره عن ريديوس. فهو في المساله هنا بيديك الداتا بالشكل ده، بيقول لك ان انت عندك اللود ده عباره عن 160 نيوتن، والارم بتاعته عباره عن 0.35 متر. يبقى من الاثنين دول انت لو قلت ان التورك بيساوي 160 نيوتن في 0.35 هتقدر تجيب على طول التورك. خلينا نتعامل بالآلة زي ما احنا متعودين. فاحنا كده جبنا الآلة بتاعتنا، نبدأ نتعامل مع الأرقام. 160 في 0.35 يبقى انت بتتكلم على 56 نيوتن متر. تمام؟ ده مبدئيا كده، يعني هو ممكن يديك الداتا دي في صورة تورك أو في صورة ويت في radius كده. بعد كده نكمل قراية المسألة. بيقول لك إن الفيول كونسومشن عندك 6.6 لتر على الساعة. هتبدأ هنا اكتب بقية الجيفنز بتاعتنا. أنت عندك هنا الفيول كونسومشن الام دوت فيول بتساوي 6.6 لتر على الساعة. تمام؟ الكلام اللي انا كتبته ده غلط مبدئيا. ليه؟ لان انت عندك ما دام قال لك لتر على الساعه يبقى ده في دوت فيول. خد بالك من النقطه دي، اليونت بتاعتك. يعني انت مش هتتعامل بعد كده ان ديت فيول كونسومشن، لا ده دي فوليومتريك فيول كونسومشن مش ماس فيول كونسومشن.
عشان كده بعد كده في الرقم اللي بعديه على طول هتلاقي ان هو بيديك السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الفيول، بيقول لك ان هي بتساوي 0.78، فانت ممكن تقدر تضرب ال 0.78 دي في 1000 سبيسيفيك جرافيتي، فيقول لك ان الدنسي بتاعت الفيول عندك 780 كيلو جرام لكل متر مكعب. تمام. بعد كده بيقول لك اللور كالوريفيك فاليو بتاعتك، اللور كالوريفيك فاليو اللي انت هتبدا تستخدمها في ان انت تجيب الهيت اديشن بتاعك قد ايه، بيقول لك 44000 كيلو جول لكل كيلو جرام. طيب حلو قوي. بعد كده بيقول لك ان حصل مورس تيست، ده جزء تاني من المساله هنبدا نتعامل معاه بعد ما نخلص الجزء الاولاني. المطلوب في المساله بريك باور، بريك مين افكتيف بريشر، بريك سيمر افشنسي، بريك سبيسيفيك فيول كونسومشن، انديكيتد باور، ميكانيكال افشنسي، انديكيتد ميكانيك مين افكتيف بريشر. طيب احنا عمالين نقول في كل الكلام ده عمالين نقول بريك 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 وانديكيتد، اعتقد الدكتور غطى النقطه دي كويس يعني في المحاضره اكيد طبعا، بس انا هلخصها لكم كده بسرعه. انت عندك احنا خدنا في الاول اير ستاندرد سايكل، بعد كده فيول اير سايكل، بعد كده اكشوال سايكل. من الاير ستاندرد سايكل دي في حاجه اسمها الاير ستاندرد، دي الاير ستاندرد سايكل بتاعتك بتطلع لك ايه؟ بتطلع لك الورك، او خلينا نتكلم بقى الباور اللي هو ايه الباور من غير ما نطرح منه يعني ويزود considering البامبنج ورك، الورك بتاع البامبنج، لان انت عندك الكيرف بتاعك بيبقى عامل كده دوت مثلا اوتو سايكل بي في دياجرام، فانت بتتحرك كده وبعد كده اهو اهو اهو، دي الاير ستاندرد سايكل اللي هي ايه، اللي هي الحته دي بتاعت السكشن او بتاعت الاندكشن وبتاعت الاكزوست ديت احنا بنهملها، لان هي بتحصل عند كونستنت بريشر البروسيس راحه وراجعه على نفس الخط، فكنا بنهملها، فبنتحرك من واحد لاثنين لثلاثه لاربعه كده 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 كده، ديت الاير ستاندرد سايكل. هنا في بامبنج ورك؟ لا مفيش بامبنج ورك، يبقى كده اسمه الاير ستاندرد. طب نبدا نتحرك بعد كده لحاجه اسمها الانديكيتد. الانديكيتد ايه الانديكيتد دي؟ دي اللي بتقيس لك الباور اللي طالع عند السلندر، يعني لو السلندر عندك اهي كده فالسلندر بتبدا تطلع لك باور، الباور ده بيتقاس هنا كده، ده الانديكيتد في المنطقه دي، الانديكيتد في المنطقه دي اقدر اقول لك ان انا كده باهمل ايه، او مش باخد في حسبان ايه، مش باخد في حسبان الفريكشن اللي بيحصل هنا على العمود، في هنا عندك عمود في بيرنج في فريكشن، في عندك فلاي ويل في فريكشن، بالتالي كل ده انا مش حاطه في الحسبان، يبقى انا كده بتعامل مع كلمه انديكيتد. يبقى انا بحط ايه في الحسبان بعد ما اتحركت من اير ستاندرد سايكل انديكيتد؟ بحط with considering الايه؟ البامبنج ورك. ليه؟ لان السايكل عندك اساسا، يبقى انت هنا عندك الباور او الورك اللي طالع عباره عن الحته من الزاويه دي، ده في الاير ستاندرد. طب اتحركت الانديكيتد، يبقى انا هقوم راسم هنا كده البي في دياجرام، واقوم قايل هرسم الاير ستاندرد عشان بس اقارنها اهي كده كده كده، 1 2 3 4، وهحط فوقيها الاكشوال سايكل. تمام. الاكشوال سايكل كانت بتتم ازاي؟ بتتم كده ان انت عندك بتطلع هنا اهو وتلف كده وترجع كده، وبتحط هنا الجزئيه بتاعت البامبنج ورك اللي احنا بنتكلم عنها. يبقى انت عندك هنا الباور اللي طالع اولا مش اير ستاندرد، ماشي، اكشوال سايكل، ثانيا متطرح منه البامبنج ورك، يعني عندي الباور اللي طالع عباره عن المنطقه السوداء دي ناقص المنطقه الحمراء دي، يبقى انا كده حطيت في حسباني ايه؟ البامبنج ورك. طيب تمام، يبقى انا كده بقيت في الانديكيتد. طب بعد كده بقى هوصل لحاجه اسمها البريك. ايه البريك دي؟ دي اللي طالعه لك خلاص عند العجل، دي اللي طالعه لك عند العجل بعد هنا السلندر، الكونكتنج رود، الشافت، فلاي ويل، الترانزميشن، كل الكلام ده اللي طالع لك عند العجل هنا. يبقى ده هو اسمه ايه؟ البريك، اللي هو بيحط في حسبانه ايه؟ ده هتلاقيه بيساوي الانديكيتد باور ناقص الفريكشن، الباور اللي رايح في الفريكشن في خلال هنا بقى السلندر، هنا في البيرنج في الجزء ده جورنال بيرنج، مش
يعني مش بول بيرنج، مش البول بيرنج اللي احنا بنتعامل معاه، لا ده بيبقى اسمه جورنال بيرنج. انت عندك البيرنج بيبقى فيه نوعين باي ذا واي، يعني انتي فريكشن وفريكشن. انتي فريكشن ده يعني بيحط اليمنت في النص كده، هو اللي يعني بيبقى فيه هنا زي كوره والعمود بيبدا يلف، فبيبقى بيقول لك ان ده اسمه انتي فريكشن، لان هو حاطط هنا اليمنت بيمنع الفريكشن ما بين العمود والبيرنج نفسه. طب الفريكشن، الفريكشن اللي هو اسمه جورنال بيرنج ده اللي بيستخدم هنا، وده اللي بيستخدم في الحاجات اللي فيها لود عالي، بيبقى فيه هنا طبقة من الزيت تمام، وبيبقى فيها حواليها زي حتة حديد كده تمام، والعمود بيبدأ يلف، والطبقة الصغيرة من الزيت دي هي اللي بتمنع الفريكشن ميتال تو ميتال، وبتخلي الموضوع فيسكس وتعمل لك السسبنشن اللي انت عايزه. فهنا ده الفريكشن اللي بيضيع عندنا هنا في الانديكيتد باور، بيطرح منه الفريكشن اللي بيحصل في البيرنج هنا والفريكشن اللي بيحصل عند السلندر، وبيطلع لك البريك. يبقى انت كده في عندك كذا نوع من الافشنسي تمام. في حاجه عندك اسمها البريك سيرمان افشنسي، بدل ما انت قلت سيرمان افشنسي يبقى انت عندك المقام عندك كيو ادد. كيو ادد اللي هي ايه؟ ام دوت فيول في الكالوريفيك فاليو، بس دي هتبقى ثابته في كله بدل ما اتقالت عندك كلمه سيرمان افشنسي. طب بريك، بريك دي يبقى الاوت بوت اللي فوق لازم يبقى بريك، بريك باور بقى، بريك وورك، بريك اي حاجه، بس هنا لان انت مستخدم هنا ام دوت في السي في يبقى لازم تستخدم باور، يبقى اللي فوق ده بيبقى البريك باور، يبقى دي اسمها بريك سيمر افشنسي. طيب في حاجه تانية عندك اسمها الانديكيتد، الانديكيتد سيرمال افشنسي، دي بتساوي ايه؟ زي ما قلنا سيرمال افشنسي يبقى تحت ام دوت فيول في السي في. طب فوق، فوق هيبقى عندك انديكيتد، يبقى انديكيتد باور، يبقى دي الافشنسيز اللي عندك. طيب في افشنسي كامله تانيه اسمها الريلاتيف سيرمال افشنسي، دي بتساوي ايه؟ دي بتساوي البريك سيرمال افشنسي، البريك سيرمال افشنسي على ايه؟ على الاير ستاندرد افشنسي. فاكر الاير ستاندرد افشنسي اللي كانت بتطلع معانا بمثلا 56% 58% 60%، الارقام اللي هي ديت البريك سيرمال افشنسي بتبقى في حدود بالكتير 30، بتلعب 30 35 بالكتير قوي، وفي الغالب بتبقى اقل 28 27 ده الغالب. يبقى انت عندك البريك سيرمال افشنسي على الاير ستاندرد افشنسي بتاعت الاوتو سايكل ديزل سايكل والديول سايكل اللي احنا بناخدها او بنجيبها من الثيرموديناميك اناليسيس للسايكل اللي احنا كنا بناخدها طول الترم ديت، اسمها الريلاتيف سيرمال افشنسي. يبقى انت عندك في ثلاث انواع من الافشنسيز، وفي ثلاث انواع من الباور بتطلع من الانجن كل ما انت بتاخد خطوه ناحيه الاوتبوت بتاعك. انت جوه السلندر يبقى انت اير ستاندرد، طلعت بره السلندر يبقى انت انديكيتد، طلعت بره السلندر خالص ووصلت بعد الكرانك شافت يبقى انت كده بريك. يبقى ده في ضم شرح بس الفرق ما بين الحاجات اللي هو عايزها، اللي هو عمال يقول بريك بريك بريك. طيب تعال نبدا باول حاجه هو عايزها اللي هي البريك باور. عندك قانون بتاع البريك باور، ببساطه كل القوانين اللي احنا بنتعرض ليها عباره عن قوانين انت اتعرضت لها قبل كده. في ايه؟ في اقول لك مثلا ان الباور بيساوي 2 باي ان على 60 في التورك، هاجي اقول لك ان الفوليوم ريت مثلا بيساوي الفوليوم على التايم، حاجات كلها يعني بيسك عندك بس محتاجين نطبقها على الانترنت. اول حاجه، اول قانون هبداه لك ان البريك باور بيساوي 2 باي ان على ال 60 في التورك. بس هنا في كذا تريك بقى متعلقه بالاوبريشن بتاع الانجن، سواء هو فور ستروك او تو ستروك. طيب يبقى انت كده عندك محتاج ايه؟ معاك الان ومعاك التورك لسه حاسبين، بس خلاص انت مش محتاج اي حاجه. يبقى انت تقدر تعوض هنا، تعال نعوض بالاله الحاسبه، نقول 2 باي 2 باي، وكنا مطلعين احنا السبيد عندنا كانت 3000 ار بي ام على 60 تمام، تقدر تضربها في التورك اللي هو كان طالع معانا، ممكن نضربها تاني 160 في 0.35، يبقى يطلع عندك
البريك باور هيطلع ب 17592 واط. غالبا غالبا في التعامل بتاعنا بنتعامل بكيلو واط، لان الواط ده يعتبر وحده صغيره، فتقدر تقول هنا ان هي بتساوي 17 بوينت، او هنا 17.59 كيلو واط. طيب عظيم، يبقى انا كده جبنا ايه؟ جبنا اول مطلوب. بعد كده عايز حاجه اسمها البريك مين افكتيف بريشر. خد بالك من حاجه هنا، انا قلت هنا البريك باور الان التي، انا هنا الحدود بتاعتي في التعامل ايه؟ انا ما دخلتش جوه السلندر، البريك باور بره السلندر، التورك بره السلندر، الان بره السلندر. يبقى انا كده انا ليا دعوه بالاوتبوت بره اللي على العمود، ماليش دعوه اللي بيحصل جوه. بمعنى اصح ماليش دعوه انا بحصل على شوط باور كل كام لفه، ماليش دعوه، انا بره اوريدي، انا عمال احسب بره، ماليش دعوه ايه اللي جوه. لو دخلت جوه وعايز اعمل له ريليشن ببره، يبقى لازم اعرف جوه دوت بيدي بره قد ايه، جوه السلندر بيدي بره السلندر كام شوط باور كل لفه، لان ده متعلق بان دي تو ستروك انجن ولا فور ستروك انجن. يبقى لازم اعرف لو انا عندي مثلا اربعه سلندر، تمام، اربعه سلندر بيدوا شوط باور كل لفتين، يبقى انا لازم اعمل حسابي ان زمن شوط الباور هيبقى ايه؟ لفتين مش لفه واحده. زمن شوط الباور ده متعلق بايه؟ الحاجه اللي بتطلع لك باور من جوه، اللي هي ايه؟ اللي هي السايكل، اللي هي احنا كنا بنقول قبل كده ان المين افكتيف بريشر، لما كنا بنقول ان ده بتقارن بيه الانجن بتاعك هيديك باور قد ايه لكل متر مكعب، فده بيبقى جوه الانجن. عايز تريليت ببره، يبقى لازم تعرف المين افكتيف بريشر ده هيديك باور كل كام لفه، يعني زمن المين افكتيف بريشر كام لفه، لفتين ولا لفه واحده. هنشوف. يبقى انت عندك هنا الحاجه الثانيه اللي انت عايزها، البريك مين افكتيف بريشر، بريشر مين بريك، ده بيساوي ايه؟ بيساوي، او خلينا نكتب الريليشن بطريقه ثانيه، ان البريك باور بيساوي البريك مين بريشر في ال ال في الاي في الان في الكي على اس تي، تمام، على حاجه في الستين. الحاجه دي لازم تحطها في دماغك. طيب هنقول ايه هي الكلام؟ بريك باور معروف، مين افكت بريشر معروف، مين افكت بريشر زي ما قلنا هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ورك، كاتب الوحده بتاعته عباره عن جول لكل متر مكعب، او كنا بنعملها بباسكال، تمام. يبقى انت عندك عشان تحصل على على الجول اللي هو الورك، هتضرب في الفوليوم بتاع السلندر اللي هو ببساطه عباره عن ال الاستروك في الاريا، الاريا اللي هي 4 باي تربيع في الدي، او باي تربيع على 4 في الدي، ربع باي تربيع، تمام، باي على 4 في الدي في الدي تربيع، ديت الاريا اللي موجوده عندك بتاعه السلندر. الدي هي البور، الان بقى الان دي واس 60 دي، ببساطه علشان تعرف الورك دي كده اللي فوق دي وحدتها جول، عايزين نقسمها على الثانيه عشان نعرف الزمن ده قد ايه. طيب الان دي وحدتها قد ايه؟ وحدتها ار بي ام، ريفولوشن بير مينيت، ريفولوشن دي مش يونت، يبقى الان دي وحدتها ايه؟ بير مينيت. طب قسمتها على 60 بقت بير سكند، يبقى انا عندي هنا في المقام ايه؟ عندي هنا في المقام وحده سكند، لان دي بير سكند فنزلتها في المقام بعد ما قسمتها على 60. حلوه، يبقى انا هنا برضو انا بتعامل ايه؟ جوه السلندر، دي ابعاد السلندر، مين افكت بريشر ده بيحصل فين؟ جوه السلندر. يبقى انا لازم اعرف انا كل قد ايه، كل قد ايه هاخد شوط باور، كل لفتين، كل ثلاثه، كل واحده. ليه؟ لان انا بتعامل فين؟ بره، انا بتعامل بريك باور ده عند الشافت بره، الشافت ملوش علاقه ايه اللي بيحصل جوه، هو عايز يجي له ورك، يجي له باور. طيب يبقى الزمن اللي بيحصل فيه الباور جوه السلندر وبيتنقل لبره عباره عن زمن لفتين، زمن لفتين اللي هو عباره عن نص عدد اللفات، يعني هنا هتقسم على الاثنين دوت، هنا الزمن الدوري بتاع
اللفه الواحده هتقسمها على الاثنين، الزمن الدوري وحدته ايه؟ واحد على السنه، هتقسمه على الاثنين هنا، يبقى انت كده حصلت على الزمن بتاع لفتين، اللي هو الزمن اللي انت هتحصل فيه على باور من الفور ستروك انجن. طب لو عندك دوت تو ستروك انجن يبقى ده يبقى واحد. بس خد بالك من نقطه، امتى تحط الرقم ده؟ لو انت دخلت جوه السلندر، دي ابعاد السلندر اهي، دخلت جواها. انما انت طول ما انت بتتعامل براها، بره السلندر، ما تحطش الرقم ده، عشان هنشوف بعد كده حاجات تانية. زي ما قلنا هنا احنا ما حطيناش الرقم ده، ما قلناش دي ان وقسمنا على الاثنين، لا، يبقى هنا قسمنا على الاثنين. طيب نيجي نعوض بالارقام، هنلاقي ان البريك باور بتاعك هيطلع لك ب، او اسف، المين افكت بريشر اللي هو ده، بعد ما تطلعه بره وتعوض هيطلع لك بحوالي 7.32 بار. طيب عظيم، يبقى دي الحاجه الثانيه. بعد كده عايز البريك سيرمال افشنسي. ببساطه زي ما قلنا البريك سيرمال افشنسي اهي، كيسه بريك سيرمال بتساوي ايه؟ تحت معروفه ام دوت فيو في الكالوريفيك فاليو ثابت، بريك يبقى فوق بريك باور. طيب حلو قوي، يبقى فوق عندي خلاص البريك باور كام؟ 17.59. ويا ريت ايه نوحد ونخلي دي في 10 اس 3، نوحد وحداتنا كلها اس. طب تحت ام دوت فيو، انا معايا ام دوت فيول؟ لا، انا مش معايا ام دوت فيول، انا معايا في دوت فيول. خدت بالي من الوحده وانا بقرا المساله؟ ايه هي بقى؟ لقيت ان الفي دوت فيول بتساوي رقم لتر على الثانيه. لتر ده مش وحده ماس، لتر على الساعه. لتر ده مش وحده ماس، ده وحده ايه؟ ده وحده حجم. عشان كده خد بالك انت هما دايما بيقولوا في الاستهلاك، مثلا يقول لك العربيه دي بتاخد 10 لتر مثلا في كذا كيلو، بتتقال بالفوليوم، لان انت يهمك ان الخزان يبقى فاضي مليان في الفوليوم، مالكش دعوه بالماس. فعشان كده هو هنا برضو مديها لك ايه؟ مديها لك 6.6 لتر على الساعه عند سرعه ال 4000 او ال 3000 ار بي ام. يبقى ده انجن فعلا، انجن شغال عند 3000 ار بي ام. يعني ممكن العربيه بتاعتك شغاله عند 3000 ار بي ام، ناخدها نعمل لها تيستنج نحصل على الارقام دي، تمام؟ او انت تعمل لها عادي، يعني انت ممكن انت ماشي على الطريق، ماشي عند على سرعه ثابته، ماشي تمام، في عندك عداد بتاع الار بي ام، يبقى انت عندك عارف الار بي ام اللي انت ماشي عليها قد ايه. يعني لو عندك قرايه دقيقه للحجم بتاع خزان الفيول، تقرا قرايه تمام وتعدي ساعه، وبعد كده تقرا القرايه الثانيه وانت ماشي عند نفس السرعه في نفس الطريق، يبقى انت كده تعرف ان استهلاك الوقود للمحرك بتاعك عباره عن كذا لتر على الساعه عند ايه؟ عند الار بي ام اللي انت ماشي عنده، تمام. تقدر بعد كده يعني تعرف اللود لو انت معاك بقى الثيرمال افشنسي بتاعتك، لو انت معاك البريك باور ممكن من البريك باور تجيب التورك، لو انت تقدر تجيب التورك يبقى تجيب منها البريك باور، تجيب منها الافشنسي، تقدر تتحرك، ممكن تقدر كمان توصل لجوه الانجن بتاعك ماكسيمم بريشر كام او مين افكتيف بريشر كام، معاك الكي، معاك الان، معاك ابعاد الانجن بتاعك كام سي سي كده. طيب نكمل المساله، هو هنا بيقول لك ان انت عندك الفي دوت فيول كذا. طيب يبقى انا عشان احول من ام دوت فيول لفي دوت فيول ببساطه، من في دوت فيول في الرو بتاعت الفيول ببساطه، هتلاقي عندك هنا ان الام بقت ب 1.43 في 10 اس سالب 3 كيلو جرام على السنة. متأكد ان دي كيلو جرام على السنة لان احنا شغالين وات. يبقى انا هنا هحط 1.443 في 10 اس سالب 3 مضروب في الكالوريفيك فاليو اللي هي 44000 تقريبا، بالظبط كانت 44000، 1 2 3 تمام. هتلاقي الرقم اللي طلع عندك في الاخر عبارة عن 28%. زي ما قلنا البريك ثيرمال افشنسي بتطلع بحوالي 30% او اقل او اكتر، وده اللي بيبقى النادري. يبقى البريك ثيرمال افشنسي 28%، يبقى كده جبنا المطلوب الثالث بالنسبة للمسألة دي. طيب كمل على المطلوب اللي بعده. مطلوب البريك سبيسيفيك فيول كونسومشن. طيب يبقى عندي بريك سبيسيفيك فيول كونسومشن، ببساطه
is break و specific و fuel consumption دي الوحدة بتاعتها في الآخر عشان تبقى عارف الوحدة منها تجيب الناتج كيلو جرام لكل كيلو وات أور. تمام؟ يبقى الوحدة بتاعتها تبان ان هي عبارة عن ماس لكل ايه؟ لكل انرجي، دي وحدة انرجي، بس هي في الواقع عبارة عن ماس ريت على انرجي ريت. ماس ريت اللي هي ماس فول كونسومشن اللي هي ايه؟ اللي هي ام دوت فيو. طب انرجي ريت اللي هي الباور اللي هي البريك باور، بس انت عندك الريت راح مع الريت اللي هو واحد على الثانيه راحت مع واحد على الثانيه، فبقت الوحده ماس على انرجي. تمام؟ يبقى التعويضات بتاعتك ان انت تمشي بده كيلو جرام لكل ايه؟ لكل ساعه. تمام؟ وتمشي اللي تحت دوت الوحده بتاعته عباره عن ايه؟ كيلو وات، عشان يطلع في الاخر ان ده كيلو وات اور وكيلو جرام. يبقى تاخد بالك من النقطه دي، يعني عم عايز تحول دوت وتعمل هنا تخلي ده كيلو جرام، تخلي ده كيلو جرام على الثانيه وتخلي ده كيلو وات عادي، وتحط هنا بدل الاتش دي تقوم قايل كيلو وات دوت اس. بس ديت يعني ايه؟ واحده معروفه الكيلو وات اور. يبقى انت عندك تعويضه بسيطه، يبقى الام دوت فيول 1.43 في 10 اس سالب 3 على دي بالكيلو جرام على الثانية، أضرب في 3600 بقت كيلو جرام أور 17.59، دي جبناها قبل كده بالكيلو وات، يبقى دي حولتها لكيلو جرام أور ودي سبتها زي ما هي بالكيلو وات، عشان تطلع في الآخر بتساوي 0.293 كيلو جرام لكل كيلو وات أور. لو ما ألزمكش بالوحدة ما تعملش كده، يعني اعمل عادي، بس يعني بحاول نثبت الدنيا مع بعض عشان ما يحصلش لخبطة. طيب بعد كده عايز ايه؟ الميكانيكال افشنسي والانديكيتد ام اي بي. طيب تعال نحط القوانين بتاعتهم ونشوف الدنيا تمشي ازاي. الميكانيكال افشنسي بتاعت الانجن بتساوي ببساطه البريك على الانديكيتد. يعني ايه الميكانيكال؟ الفريكشن. زي ما انت بتتحرك هنا عندك ادي السلندرات اهي اهي اهي، بتبدا تتحرك هنا تمشي للكرانك شافت، والكرانك شافت يودي مثلا للفلاي ويل. يبقى انت وانت جوه اير ستاندر، وانت هنا كده انديكيتد، طب وانت هنا كده بريك، يبقى ما بين هنا وهنا فريكشن بيرنج. يبقى دي اسمها ميكانيكال افشنسي، بتساوي بريك باور على الانديكيتد باور. طيب هل هنا انا عندي الانديكيتد باور او انا اقدر اجيبها باي طريقه؟ الانديكيتد باور ملهاش قوانين، لان قلنا الانديكيتد باور دي من الاكشوال سايكل. عندك السايكل اهي بتبدا تتحرك، السايكل طالعه كده ولفه كده وجايه كده، بتبدا تشوف الانديكيتد باور بتاعتك اللي هي الاريا دي ناقص الاريا دي. تمام؟ ده مش موجود. الانديكيتد باور مش موجود. هو لازم يديها لان دي تيستنج، هو ده الشابتر. بيقول لك الدينامومتر ده بيقيس الانديكيتد باور، الديفايس مثلا اللي بيعمل البي في مع بعض كده ويقعد يعمل لها احداثيات ويحسب الدنيا، دوت بيديك الانديكيتد باور اللي هو الاريا دي ناقص الاريا. ده مش موجود. طيب ده بقى النص التاني بتاع المساله اللي احنا ما قلناهوش في الاول. بيقول ايه؟ بيقول انت عندك حاجه اسمها مورس تيست از كارد اوت اند سلندرز ار كات اوت ان اوردر 1 2 3 4. طيب تعال نشوف ازاي بيتم حاجه اسمها المورس تيست. طيب اولا المورس تيست ده بيتم ازاي؟ الغرض منه ان انت بتحسب الانديكيتد باور من خلال قياس البريك باور. طب ازاي؟ هنشوف. اول حاجه بتبدا في مصطلح بس لازم هنا يتقال، ان all the cylinders are fired او cylinder number 1 is not fired cylinder number 2 is not fired. معناها ايه الكلمه دي؟ زي ما قلنا قبل كده ان انت عندك الاساس العلمي اساسا بتاع اختراع الانترنال كومبشن انجن هو وجود نت اريا
يعني ايه؟ يعني بدل ما انت بتعمل كومبريشن من واحد لاتنين وبعد كده تروح عامل اكسبانشن من اتنين لواحد وما تحصلش على اي باور اي ورك، خلاص مفيش نتورك في اريا اندر ذا كيرف، مفيش اريا اندر ذا كيرف، يبقى دي مش سايكل، دي سايكل اسف، من واحد لاتنين ومن اتنين لواحد بس ما فيهاش اي نتورك. يبقى انت بتعمل ايه؟ بتيجي هنا وتحرق. بعد ما تحرق بتحرق، ده معناه ايه؟ فايرنج. تحرق معناها فايرنج، يعني بتعمل كومباشن، بتدخل فيول واير وتعمل كومباشن، كونستانت فوليوم كونستانت بريشر، هنا بتعمل كونستانت فوليوم واحنا بنشرب. طيب يبقى هنا فايرنج وتبدا تكمل السايكل بتاعك اكسبانشن وبس واكزوست وتقفل السايكل. ده اير ستاندرد ده. يبقى انت انا حصلت على ايه؟ على نت اريا. طيب المورس بقى بيعمل ايه؟ بيشغل السلندرات كلها مع بعض. حلو؟ السلندرات كلها فايرد. السلندرات كلها شغاله هنا. شغاله بده. السلندرات كلها بتطلع نتورك. بتطلع باور. يعني بتطلع ايه؟ فيها في اتنين سلندر بيطلعوا باور معاك. تمام؟ لكل ايه؟ اسف، في سلندر واحده بتطلع باور لكل لفتين. تمام؟ لان الاربعه شغالين معاك. طيب هو بيقيس ايه؟ بيقيس هنا البريك باور. طيب بيشغل كل السلندرات، كل السلندرات فاير دي شغاله هنا، وبيقيس على سبيل المثال مثلا 10 كيلو وات. يبقى ده ايه؟ هنقيس دلوقتي ثلاث حاجات، هنقول البريك باور والبريك فريكشن والانديكيتد باور. البريك فريكشن ده اللي هو ايه؟ انت عندك البريك باور بيساوي الانديكيتد ناقص الفريكشن. الانديكيتد ناقص الفريكشن، الانديكيتد ناقص الفريكشن يديك البريك. طيب شغل كل السلندرات فايرد، البريك باور طلع ب 10. على سبيل المثال انا عارف، عملت قياس مثلا للبريك فريكشن، لقيت ان هو على سبيل المثال 2. تمام؟ يبقى الانديكيتد باور بتساوي كام؟ بتساوي 10 و2 12. يعني 10 ناقص 2 يديك ايه؟ 12 ناقص 2 يديك 10. طب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بعد كده ان هو يبقى ده الانديكيتد باور بتاع ايه؟ ده الانديكيتد باور بتاع السلندرز 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4. الاربعه فايرد. الاربع سلندرز، فايرد. خلاص تمام. اربع سلندرز فايرد، يبقى الانديكيتد باور ده طالع من الاربع سلندرز. يبقى مجموع الانديكيتد باور بتاع سلندر 1 وسلندر 2 وسلندر 3 وسلندر 4، كل واحده من دول بتطلع انديكيتد باور. الانديكيتد باور هو جاي من الانديكيتنج افكت بريشر اللي جوه. تمام؟ يبقى انت عندك ده ايه؟ ده التوتال انديكيتد باور. اي 1 اي بي 1 اي بي 2 اي بي 3 بتساوي 12. الخطوه اللي بعديها هعمل ايه؟ واحده من السلندرز دول مش هتبقى فاير، مش هتبقى شغاله على ده، هتبقى شغاله على ده. على سبيل المثال لو دي واحد ودي اتنين ودي تلاته ودي اربعه، هخلي اربعه تشتغل على ده، يبقى اربعه از نوت فاير. ده كده هو النوت فاير، ده كده فاير. يبقى دي مش هتطلع لي انديكيتد باور، لان خلاص ما فيهاش نتورك اساسا سيرمو دايناميك، فمش هيبقى في اكشوال سايكل، ولا هي السايكل بتاعتها السيرمو دايناميك ما بتطلعش ورك، فمستحيل الاكشوال سايكل بتاعتها تطلع ورك. تمام؟ دي ممكن تسحب ورك، بس احنا يعني هنشتغل على السيرمو دايناميك او الاير ستاندرد، فهنقول ان هي مش هتطلع ورك، والباقي دول هم اللي هيطلعوا ورك. وهقيس البريك بره هنا عند الفلاي ويل او باي طريقه. تمام؟ اتوقع ان هي تقل طبيعي. يبقى دي ايه؟ دي تبقى 8 مثلا. طيب انا هعمل هنا اسامبشن من دماغي، الاسامبشن ده في الواقع غلط، اكشوالي مش بيتم، ان البريك فريكشن باور لوس هثبتها هخليها باتنين. طيب ايه اللي خلاني اعمل كده؟ هو في الواقع اللي بيحصل ان انت لما بيبقى في سلندر مش فايرد، فبيبدا اللود على الكرنك شافت يقل، الفورس اللي بتبقى متولده هنا تقل، وبالتالي قوة الفريكشن هنا اللي هي بتساوي، لو جبناها بالقانون بتاع الاستاتيك، يعني اللي هو عندك رد الفعل في معامل الاحتكاك مثلا، فرد الفعل قل، بس ده غلط، يعني رد الفعل قل فالفريكشن هيقل في البيرنج عندك. طيب الحاجة التانية ايه؟ الحاجة التانية ان
القوه برضو او التمبريتشر في السلندرات هنا هتبقى اقل، تمام؟ فايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الفيسكوستي بتاعتك زادت شويه، فالفريكشن هيزيد. يبقى الفريكشن هنا زاد والفريكشن هنا قل، تقريبا عوضوا بعض. بس احنا قلت ان الاكشوالي الكلام ده مش بيتم، بس انا هفرض كده. طيب يبقى عندي الانديكيتد باور هيساوي كام؟ 8 و2 10. طيب يبقى الانديكيتد باور ده بتاع ايه؟ ده انديكيتد باور 1 زائد انديكيتد باور 2 زائد انديكيتد باور 3، صح؟ اهو السلندرات كلها اللي موجودة عندي فايرد، ده فايرد، ده فايرد، ده فايرد، ده نوت فايرد، مش هيطلع لي أي حاجة. يبقى من خلال القياسين دول أقدر أعمل إيه؟ أقدر أقول إن 12 ناقص 10 يديني 2، اللي هي إيه؟ اللي هي الإنديكيتد باور بتاعة السلندر رقم 4 اللي هي نوت فايرد دي. تمام؟ طيب بعد كده هعمل إيه؟ هكرر نفس العملية، هخلي 3 نوت فايرد. وهطرح ده من ده هيطلع لي الانديكيتيف باور بتاع 3. هخلي 2 نوت فايرد، هخلي 1 نوت فايرد. يبقى انا ببدا اتحرك منين؟ ببدا اتحرك ان انا عندي انديكيتد، عندي فريكشن، وعندي جوه السلندر نفسه. فرضت ان الفريكشن لوس ثابت، وده زي ما قلنا اكشوالي مش بيحصل، وخليت سلندر نوت فايرد ما تطلعليش اي باور. طيب ده هتلاقيه عندك في المسائل. طيب هيديهولك في صورة ايه؟ هيقعد يديلك البريك باور في كل سلندر نوت فاير. يعني عندنا في المسألة هنا كل ده احنا عايزين نجيب ايه؟ كل ده احنا عايزين نجيب ايه؟ الانديكيتد باور، اللي هي بتساوي ايه؟ انديكيتد باور 1 زائد انديكيتد باور 2 زائد انديكيتد باور 3 زائد انديكيتد باور 4. طب ايه اللي خلاني اقول ان هما 4 سلندرز اساسا؟ عشان هو قال ان هو 4 سلندر. طيب الداتا هنا بتقول ايه؟ most tests carried out and the cylinders respectively and cylinders are out of are cut out اللي هي not fired 1 2 3 with corresponding break load of كذا. زي ما قلنا المساله دي هو بيديني break load اللي هو بالنيوتن، وانا بضربه في الراديوس عشان احصل على التورك، وبعد كده اضربه في 2 باي ان على ال 60 عشان احصل على الباور. طيب هو قال لي ان سلندر واحد از نوت فايرد، فطلع لي ان البريك لود ب 114. ده سلندر واحد نوت فايرد، سلندر واحد نوت فايرد. طيب سلندر 2 نوت فايرد طلعت لي 110. طب سلندر 3 نوت فايرد، ما توقعش اي ريليشن ما بينها، يعني فيش واحده هتطلع اكبر من الثانيه. ده على حسب الاداء بتاع كل سلندر والفيول كونسومشن بتاعها، يعني هي اكشوالي السلندرز كلها بتبقى زي بعض. وبعد كده هنا 112. طب وبعد كده 4 نوت فايرد هتطلع لي 116 نيوتن. طيب انا هعمل ايه في المساله بتاعتي؟ هبدا امسكها واحده واحده. يعني ايه؟ يعني هقول ايه البريك باور، كل دي بريك باور، كل دي بريك باور. اي تيستينج اكويبمنت في الدنيا لا وبتقيس باور، بتقيس بريك باور، بتقيس بريك لود، او بتقيس لود وبتقيس باور، ما بتقيس انديكيتد، بتقيس بريك. هتقيس اكشوالي، هتحط ايدك كده، تحط روب، بتحط وزن، هتقيس بريك. طب عايز تقيس انديكيتد؟ لا، ده هتلاقيه بيرسم جراف. يبقى معظم الاكويبمنت اللي بتديك رقم تقول لك اللود كذا، عن طريق ان هي يعني بتقيس اللود فعلا، مش بترسم وبعد كده بتجيب حاجه، يبقى دي بريك. اللي بترسم وبعد كده بتجيب حاجه دي بتبقى الانديكيتد. طيب يبقى انت عندك هنا بريك باور. البريك باور عموما بتساوي 2 باي ان على ال 60 في التورك. التورك اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي اللود اللي عندك اللي هو هسميه مثلا W في ال R اللي هي كانت 0.35. يبقى انا هستخدم القانون ده واعوض بيه في كل واحده من دول، تمام؟ يبقى انا جبت كده، هجيب ايه؟ كده هجيب عندي هعمل هقول ايه؟ هقول هنا 1 نوت فايرد، 2 نوت فايرد، 3 نوت فايرد، 4 نوت فايرد، وهجيب البريك. طيب
بعد كده عامل ايه؟ عندي هنا خانه بتقول لك ان انا عندي اول فاير اللي هي بريك باور العاديه، مفيش حاجه مش نوت فاير. دي اللي هو مدهاني، دي بريك باور اللي هو بيدهاني في الاول خالص، اللي هو لما قال لي ان دي تيستد اجينست سبيد ات بريك تورك ارم كذا والبريك لود كان كذا، دي كلهم فاير. يبقى دي اللي احنا جبناها في الاول اللي هي كانت بتساوي كام؟ 17.59. طيب هعمل ايه؟ انا عايز اجيب هنا بقى ايه الانديكيتد باور بتاعت واحد بتاعت اتنين بتاعت تلاتة. هجيب البريك باور لما كانت واحد نوت فايرد، تمام، واعمل ايه؟ واطرح ده من ده زي ما قلنا، ده عندك واحد واحد واثنين وتلاتة واربعة. طيب يبقى ده عندك ايه؟ ده عندك واحد نوت فايرد، تمام. يبقى لو جيت طرحت ده من ده هيديني الانديكيتد باور بتاع ده، على ثبات ان احنا قلنا على مستوى ان احنا قلنا ان الفريكشن لوس ثابت. يبقى انا هطرح الرقم ده من الرقم ده اللي هو احنا لسه كنا راسمينه، هيقوم طالع لي الانديكيتد باور بتاع واحد. على سبيل المثال في اول واحده قال لك ان هي 114، فهتلاقي الرقم ده طلع 12.53. ده ناقص ده هيدي لك هنا 5.06. زي ما قلنا ان انت عندك الانجن بيطلع لك انديكيتد بعد الفريكشن بتبقى بريك. طيب انا عندي كلهم شغالين، اداني بريك برقم اللي هو كام؟ عيد تاني سريعا، اللي هو مثلا كان 12، الفريكشن في الحاله دي كان 2، يبقى الانديكيتد بتاع كله مع بعضه 10. طب بعد كده واحده نوت فايرد اللي هي واحد، واحد نوت فايرد يبقى دي 10، الفريكشن 2. بعد كده 10 10 لا اسف دي 10 ودي 2، دي المفروض تبقى 10 و2 14، لان دي الانديكيتد بتبقى مجموع الفريكشن والبريك، ودي 10 و2 12. تمام، حلوه. يبقى انت عندك ده ناقص ده، بص ده ايه؟ ده البريك باور وكله فايرد، وده البريك باور وواحد نوت فايرد، 12 ناقص 10 2. طيب ده الانديكيتد باور وكله فايرد، ده الانديكيتد باور وواحد نوت فايرد، 14 ناقص 12 برضو 2. يبقى دي اللي هي ايه؟ ده كله فايرد، ده واحد نوت فايرد، يبقى الزياده اللي حصلت لما كله بقى فايرد دي اكيد بتاعت واحد اللي انا بعد كده لغيته، يبقى اللي هي 14 ناقص 12 هي 2. يصادف ان هي نفس الرقم بتاع ايه؟ بتاع البريك باور بتاع كله ناقص البريك باور بتاع واحد وانا عامل لها نوت فايرد لان الفريكشن انا مثبته. طيب هكرر نفس العمليه في باقي الارقام هنا مع 112 و116 و110، هيقوم طالع لي هنا، هنكتب بقى الطرح على طول، هيقوم طالع لي هنا 5.49، هيقوم طالع لي هنا 5.27، طالع لي هنا 4.84. ببساطه اقدر اجمع دول يديني الانديكيتد باور التوتال بتاعت 1 و2 و3 و4، لان دي مش معايا، لان انا ما معيش الفريكشن، خد بالك انا ما معيش الفريكشن، انا هنا فرضت ان انا معايا الفريكشن، ما تتلخبطش بس. نجمع كله تلاقي 20.66 كيلو. يبقى انا كل ده عايز ايه؟ عايز الايتا ميكانيكال تساوي ايه؟ بريك باور على الانديكيتد باور، يبقى بتساوي 17.59 على 20.66 هتبقى بتساوي 85.1%. يبقى يجي واحد يقول لك الميكانيكال باور بتاعت الانجن بتاعي 95% او 90%، تقول له تمام. طب يجي يقول لك الثيرمال بريك او البريك ثيرمال افشنسي 90%، اقول له انت ما بتفهمش. يبقى انت عندك البريك ثيرمال، او انت وانت بتحسب لنفسك يعني كده هتطلع غلط. بريك ثيرمال افشنسي 30 28 في الحدود دي. ميكانيكال باور لا اطلع فوق براحتك، لان فريكشن مش كبير يعني. انا لما بكلمك في ثيرموداينامك وافشنسي وهيت لوس وهيت ريجكتد عشان السكند رو في ثيرموداينامكس ولوسز في الاكزوست ولوسز في ان انا عندي في حاجه اسمها بلو داون اللي هي لغيناها في المايلر سايكل، فكل دي لوسز. بعد كده عايز حاجه اسمها الانديكيتد مين افكتيف بريشر،
دي ببساطه ببساطه بدل ما انا معايا الميكانيكال افشنسي اقدر اقول ان الميكانيكال افشنسي بتساوي البريك مين افكتيف بريشر على البريك على الانديكيتد مين افكتيف بريشر، لان العلاقه ما بين البريك باور والبريك مين افكتيف بريشر او الانديكيتد باور والانديكيتد مين افكتيف بريشر هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ال في الاريا في ال n في ال k على ال تي، وفي هنا في 2 يبقى هنا ثابته نفس العلاقه، فده طرم على ده. يبقى اقدر اقول ان ده بتساوي انا دي حسبتها قبل كده وكانت بحوالي 7.3 من 10 بار ودي 85%، يبقى دي هتطلع 8.6 بار. يبقى ده عندك المساله الاولانيه فيما يخص البرفورمانس والتستنج. بيديك داتا بتبدا تتعامل معاها بقوانين عاديه عباره عن تورك وبتاع، بس بتبقى فاهم الاوبريشن بتاعت الانجن بتاعتك كويس قوي عشان تقدر تشوف هتقسم على ايه، هتجمع ايه مع ايه، زي موضوع المورس تيست دوت.